فاروق شوشة لم يكن مجرد شاعر، وإنما كان أحد صناع الثقافة العربية الحقيقية. كان قبل أن يخرج على الدنيا بدواوينه التي كانت إضافات حقيقية، الصوت العذب والعقل الرصين والمصفاة التي ينبع منها روائع الشعر العربي ليقرع الأسماع ويصنع الإيقاع ويشكل الوجدان والعقل المصرية والعربي. كانت اختياراته للشعر العربي في برنامجه الذي وصم لغتنا بالجمال، فجعلها معشوقة الكبار والصغار. اختياراته هذه كانت تعوض سوء اختيار المناهج الدراسية وسوء اختيار القصائد الشعرية، لأنه كان فنانا أصيلا يعرف كيف يختار من الأبيات ما يلصق بالروح ويشكل القيم النموذجية الجميلة. وعندما عمرت الحياة الثقافية بعد نشأة التلفزيون المصري بمرنامجه العظيم أمسية ثقافية، كان جامعة أخرى يطل منها كل الجمهور على عيون المفكرين العلماء الأدباء، فيعرفون المواهب الجديدة والقامات الكبيرة على قدم المساواة. كان هو الذي يصنع نجوم الفكر والثقافة، وهو الذي يشرح منجزاتهم، وهو الذي يحاورهم. مبتدأ.com